مساء الخير وكل التحيه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. تحياتي لحضراتكم. قبل ما نقفل صفحه تشامبيونز ليج ونفتح صفحه كاس العالم اللي خلاص ايام وكوكب الكره الارضيه كله بيستعد لاستقبال اهم بطوله على مستوى طبعا الدول والمنتخبات، كانت قرعه التشامبيونز ليج واليوروبا ليج اللي اسفرت الحقيقه عن مواجهات ناريه عمالقه اوروبا. والبدايه خلينا نبدا مع حضراتكم بمواجهات بطوله التشامبيونز ليج. بالمناسبه وانا بستعرض مع حضراتكم اللقاءات خليني اقول لكم يعني طبعا البطولات او بطوله كاس العالم هتقطع بطوله التشامبيونز ليج وترجع تاني مباراتها تستأنف بدايه من 14 فبراير. مباراه الذهاب اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي او المواجهات دي ماتشات الذهاب فيها هتكون يوم 14 فبراير ومباراه العوده هتكون فيها يوم 7 مارس. طبعا البدايه المان سيتي الانجليزي في مواجهه لايبزيج الالماني، مواجهه تقريبا يعني هتكون في صالح المان سيتي. بعد كده عندنا مواجهه من الصعب، بنفيكا ليه تاريخ كبير جدا، كلاب روج مش من الفرق المصنفه، لكن خلينا اقول انه كلاب روج السنه دي كان هو الحصان الاسود، فخلينا نقول انه الكفه هنا 50-50. مواجهه كلاسيكيه اتكررت في السنوات الاخيره ودايما كان اللقاء بيبقى في النهائي، هتحصل بين ريال مدريد وبين ليفربول. ثم عندنا مواجهه الميلان في مواجهه توتنهام، اي سي ميلان طبعا واحد كان من عمالقه اوروبا ويبحث مره اخرى عن العوده لمنصات التتويج، والمواجهه دي برده اعتبرها في خانه او تحت بند ال 50-50، الاحتمالات قائمه لكل فرقه من الاثنين. عندنا نابولي في مهمه شبه سهله امام اينتراخت فرانكفورت، وعندنا تشيلسي في مواجهه بروسيا دورتموند. اعتقد ان القوه في الوقت الحالي في ظروف الفرقتين قوه يعني متكافئه الى حد كبير، فالمباراه برده هتدخل في ال 50-50. عندنا بعد كده الانتر المتالق اوروبيا والمتعثر ايطاليا. امبارح الانتر خسر في مفاجاه، اليوفنتوس دايما من الكبار لكن اليوفنتوس مستواه السنه دي لا يقارن بالانتر، ورغم كده تفوق على انتر امبارح في واحده من دربيات ايطاليا بنتيجه 2-0. فتشيلسي في الانتر في مواجهه بورتو، اعتقد انه الانتر كفته ارجح ونوصل لمباراه صدام عنيف نهائي مبكر. يعني الماتشات اللي ممكن تقول عليها نهائي مبكر هي ليفر وريال مدريد وبايرن ميونخ وبي اس جي، بس تحط شويه بهارات كده على الماتش الاخراني لانه في لقاء ثوري ثأري نوعا ما. طيب من الشامبيونز ليج تعالوا نروح بقى لليوروبا ليج اللي الحقيقه فيها كلاشات وفيها انديه لا تقل اهميه ولا تقل قوه عن ماتشات الشامبيونز ليج. خليني اقول لحضراتكم بدايه طبعا اللقاء الاصعب والاعنف. في يوم من الايام كان الفرقتين دول من اصحاب المجد الاوروبي، كانوا الاثنين دول دايما على منصات التتويج في الشامبيونز ليج، تاريخ كبير جدا للمان يونايتد والبرشلونه، بل ان في مباراه نهائيه جمعت بين الفرقتين في بطوله الشامبيونز ليج في يوم من الايام، اعتقد ده كان في 2008 او 2009، بطوله 2008-2009 كان برشلونه في مواجهه مانشستر يونايتد. وقبل ما اكمل الجدول لك ان تتخيل حقيقه يعني وانا بشوف القرعه وبشوف المواجهه دي تحديدا لبارسا في مواجهه المان يونايتد انه تقريبا الفرقتين دول بيضموا منتخب عنده القدره انه يفوز بكاس العالم. يعني تخيل كده فريق في حراسه المرمى فيه تير شتيجن، قدامه رافا فاران وكريستنسن، على الشمال عندك ماركوس الونسو وعلى اليمين عندك بيساكا. في نص الملعب هلعب باربعه، هحط اثنين في القلب، لو انت بتميل للكره البرازيليه حط فريد جنب كازيميرو، لو انت بتروح للكره الاوروبيه حط فرانكي دي يونج وحط جنبه بيدري، وحط على الطرفين انتوني وعثمان ديمبلي، وحط قدام كريستيانو رونالدو وكشادو سترايكر وراس حربه ليفاندوفسكي. تكلم على فريق ممكن يلعب كاس عالم، ومش بس يلعب كاس عالم لا كمان يفوز ببطوله كاس العالم، وبالتالي يعني كان مجد ضائع الحقيقه، والاثنين بيحاولوا يرجعوا مره ثانيه لمنصات التتويج، ولقاء كان مفترض يكون نهائي الحقيقه، يليق بان يكون نهائي بطوله اليوروبا ليج. عندنا كبير ايطاليا اليوفي وواحد من كبار اوروبا ايضا وياما فاز ببطوله الشامبيونز ليج، هيواجه نونت مصطفى محمد في مواجهه صعبه جدا على النادي الفرنسي. عندنا سبورتنج لشبونه البرتغالي في مواجهه ميتلاند الدنماركي. عندنا شختار دونيتسك الاوكراني في مواجهه ران الفرنسي. يونيون برلين هيواجه اياكس امستردام. باير ليفركوزن في مواجهه موناكو. إشبيلية في مواجهه ايندهوفن الهولندي. وساليسبورغ النمساوي في مواجهه روما الايطالي. فرق كبيره جدا. وماتشات اليوروبا ليج هتتلعب مباراه الذهاب يوم 16 فبراير بعد يومين من مباراه الذهاب في الشامبيونز ليج، لكن مباراه العوده
هتتلعب بعدها باسبوع وتحديدا يوم 23 فبراير. خلينا نستمتع الاول ببطوله الكاس العالم وبعدين نرجع نكمل طبعا مع الادوار القويه بقى. من هنا بتبتدي البطوله تدخل في الجد ومن هنا بنبتدي نشوف ماتشات من العيار التقيل. من اخبارنا النهارده ومهم جدا نعدي طبعا النهارده شرفنا كابتن مجدي طلبه. عندنا اكتر من موضوع واكتر من محور هنتكلم معاه فيه، منهم طبعا كاس العالم اللي بيقرب مننا خلاص بتفصلنا ايام بسيطه جدا، فرص المنتخبات العربيه والافريقيه، هل من الممكن ان نشوف منتخب عربي او منتخب افريقي؟ عندنا اربع منتخبات عربيه بتشارك، قطر البلد المضيف، عندنا السعوديه بالحقيقه بكتيبه اتمنى انها تنجح في الوصول يعني لبعيد في البطوله، ما ننساش منتخب المغرب ومنتخب تونس بالاضافه للمنتخبات الافريقيه ايضا اللي بتشارك. عندنا السنغال شايفه منتخب وكتيبه تستحق انها مش هقول انها تفوز بالبطوله لكن على الاقل تروح لبعيد جدا. السنغال بيملك فريق محترم جدا، وعندنا طبعا غانا والكاميرون. ملف كاس العالم هنناقشه مع كابتن مجدي طلبه وواحد من نجوم مصر اللي شاركوا في كاس العالم 90 طبعا بالذكريات الجميله، هولندا وانجلترا وايرلندا، وان كانت هولندا طبعا افضل مباراه وافضل عرض قدمه المنتخب الوطني في كاس العالم. هولندا في التوقيت ده كانت حاجه سوبر يعني، كان ابطال اوروبا 88. خليني قبل ما، وطبعا الاهلي حاضر معانا ومنتخب مصر قبل مواجهه بلجيكا، هنتكلم معاه في كل حاجه تخص المنتخب وروي فيتوريا ورؤيته لمواجهه بلجيكا اللي جايه. خليني بس ابدا مع الاهلي النهارده والتمرينه اللي بدات صباح اليوم. مستر كولر دايما بيحب يتمرن في الفتره الصباحيه، ويمكن من الملامح اللي شفتها امبارح والنهارده في تمرينه النادي الاهلي ومن الاخبار اللي جايه لنا طبعا من زمايلنا اللي بيحضروا وبيشوفوا التدريب، الراجل اليومين دول بيشتغل فردي اكتر ما بيشتغل جماعي. صحيح التمرينه بتنتهي بتقسيمه بيشرف عليها مستر كولر بنفسه وبيشتغل فيها وبيوقف اللعب وبيتكلم مع اللعيبه، لكن في جزء اساسي وكبير جدا من التمرين بيشتغل فيه مع اللعيبه على تنميه المهارات الفرديه، سواء التحرك بكوره او بدون كوره، سواء فكره الاستلام والتسلم، سواء فكره التصويب. مهتم جدا مركز جدا في البرنامج التدريبي على فكره التصويب من بعد والتعامل كمان مع الكرات الدفاعيه سواء كان ده دفاعا او هجوم. دي لقطات طبعا من تمرينه النهارده. خليني اقول لكم طبعا انه ديانج يمكن تابعنا امبارح مشاركه اولى لديانج في التمرين والنهارده شارك كمان في جزء من التمرين وهيخش هيكمل بشكل طبيعي كده بالتدريج عشان ان شاء الله يكون جاهز مع عوده النشاط مره ثانيه واستئناف الماتشات سواء في الدوري او الكاس. كمان السولية النهارده ورامي ربيعه دخلوا في الجيم وشاركوا في جزء كده يعني برنامج تاهيلي محطوط ليهم زي ما حضراتكم شايفينهم على الشاشه، بيقربوا سنه بسنه ان شاء الله عشان يرجعوا ثاني يشاركوا مع الفريق في الفتره اللي جايه. دي اخبار تمرينه النهارده. بيرسي تاو في المشهد، حسين الشحات في الصوره، علي ديانج واقف ورا، يعني الحمد لله برضو فتره التوقف فيها نقطه ايجابيه انك بتساعد او بتاخد فرصه تاهل الناس اللي كانت بعيده نتيجه اصابه في الفتره الاخيره. خليني بقى قبل ما ادخل في باقي تفاصيل حلقه النهارده اروح لفاصل وبعدين نرجع ندخل في التفاصيل. طبعا مع انه طبيعه المنافسه اتغيرت وحجم وعدد البطولات في السنوات الاخيره زاد بشكل كبير جدا، سواء كنت بتكلم على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، ابتدينا نحس قد ايه ناحيه اللياقه البدنيه والمرتبط بفكره وجود مدرب احمال على اعلى مستوى خصوصا في الانديه او المنتخبات اللي بتنافس دايما على بطولات بقت فكره مهمه جدا. ويمكن معانا احنا في النادي الاهلي حسينا بده خصوصا مع فكره تلاحم المواسم في اكتر من موسم وحجم الارهاق الكبير جدا الان من لعيبه النادي الاهلي خصوصا في الموسم الاخير. بيشرفنا من خلال الفيديو كونفرنس دلوقتي كابتن انيس الشعلالي طبعا مدرب احمال النادي الاهلي السابق ومدرب احمال حالي لفريق وفاق الصيف الجزائري. مساء الخير كابتن انيس واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. اهلا بيك، تشرفت بيك يا استاذ احمد وسعيد جدا اني اكون موجود في قناه الاهلي وبين جماهير النادي الاهلي والنادي اللي انا يعني كان لي شرف اني تعاملت مع ناس فيه واشتغلت فيه وحققنا فيه بطولات والحمد لله علاقتي ممتازه مع اغلب الناس الموجودين في النادي. الحمد لله، اهم حاجه بتميز تجربتك في الفتره اللي قضيتها في بين جدران النادي الاهلي. طبعا الارقام اللي طيب يعني اتحققت في الموسمين اللي كنا موجودين فيهم في النادي الاهلي على مستوى الدوري على مستوى
الكاس السوبر، كان الكاس يعني الكاس كان غايب عن النادي الاهلي فتره طويله، فالحمد لله كان يعني بتضافر جهود كل الناس، كان فتره يعني رجع فيها الكاس للنادي الاهلي، وكان خدنا ثلاثيه يعني السوبر والكاس والدوري، كانت من اميز الاشياء. طبعا الوصول الى نهائي افريقيا ومباراه الوداد الشهيره اللي كلنا عارفينها، يعني طبعا الفتره طبعا كان النادي بعيد شويه على افريقيا في اخر سنتين قبل الموسم ده، فدي حاجات حلوه تبقى في الذاكره على طول، وبتشرف اي حد انتمى للكيان. تلقيت عروض العودة للنادي الأهلي مرة أخرى؟ والله انا طبعا يعني الموضوع كان متاح وفي تواصل، والفرصه كانت كل مره بنحاول انها يعني تبقى موجوده، لو يعني الموضوع مفتوح طبعا وربنا يسهل. طيب خلينا نروح لأهمية، يمكن أنا كنت بتكلم وإحنا مرينا في النادي الأهلي في ال3 مواسم الأخيرة بظروف صعبة جدا بسبب البدايات، كانت طبعا فكرة فيروس كورونا اللي أدى للترحيل وتأخير الموسم، فنتج عن ده تلاحم تقريبا 3 مواسم ورا بعض، وده تسبب في حالة إجهاد كبيرة جدا، ارتفاع معدل الإصابات وتكرارها لفترات طويلة لعدد كبير من العمادة الأساسية للفريق. خلينا أتكلم على أهمية دور مدرب الأحمال وطبيعة علاقته ببقية الطاقم الفني، المدير الفني والمدرب ومحلل الأداء، إيه اللي بيبقى مطلوب منه وإزاي بتتحدد منهج العمل مع الفريق؟ شكرا. يعني طبعا مهم جدا دلوقتي في كرة القدم العصرية تحديد وتقنين الأحمال البدنية، وطبعا في فترات زي الفترة الأخيرة اللي هو ظرف عالمي أجبر عليه كل العالم، فإمكانية إنك تتعامل معاه كانت صعبة بصراحة، فأنا يعني بقدر كل المجهودات اللي كانت من طرف كل الأجهزة الفنية والطبية للتعامل مع الفترة الصعبة اللي كانت بتاع كورونا، خصوصا الدوريات اللي خدت القرار انها تكمل الدوري. كان قرار صعب لضغوطات او لظروف معينة، كان صعب انك تضغط على الدوري بشكل رهيب، او بعد فترة الراحة ترجع على ماتشات بريتم عالي جدا وما فيش فترة راحة بين المباريات كافية ان الفريق انه يسترجع قواه ويسترجع طاقته، فنتج عنه عدة إصابات ونتج عنه إرهاق إلى بعض اللاعبين. وطبعا أنا متابع النادي الأهلي، ومن بين القرارات اللي أخذهم النادي الأهلي إنه إراحة بعض لاعبين الفريق في آخر الموسم تحسبا لبداية الموسم الحالي، إنه يكون في أحسن حال، وأعتقد إنه في بداية الموسم النادي النهارده يقدم أداء مع كويس وبيكسب ماتشات وماشي في الدوري بشكل ممتاز. ففي عدد إصابات كتير مش في مصر بس او في الوطن العربي، حتى في اوروبا يعني عدد اللاعبين اللي اصابوا نتيجه الارهاق كان كبير. وممكن يعني حتى استشهد في فتره اللي انا كنت موجود فيها في النادي الاهلي، لو فاكر يا كابتن احمد، كان يعني منتخب مصر كان فتره بعيده على امم افريقيا، و2017 كان من بعد فتره طويله رجوعنا لامم افريقيا، فالمنتخب شارك في امم افريقيا، وفي نفس الموسم 2018 كان اول يعني اعاده تنشيط البطوله العربيه كان في اسكندريه. فكانت بطولة عربية وأمم أفريقيا وتصفيات كأس عالم 2018 وكأس ودوري، فكان برضو كم هائل من من ال... الإصابات. من طبعا كم هائل من المباريات نتج عنه إرهاق ونتج عنه إصابات، حاولنا نتعامل معها بشكل إنه يبقى في توزيع لحمل على المجموعة كلها. طبعا لما تكون عندك مجموعة متجانسة وقدرات متقاربة من اللاعبين تقدر إنك توزع على المباريات حسب ظروف المباريات، ويبقى في راحه، او ممكن تريح بالفرنسي يقول امين اجي كلكو هاي جوار، يعني نريح نرتح بعض اللاعبين لمباراه ويرجع المباراه اللي بعد واحد يرتح. فكان السيستم انك على عدد، كانت القائمه مفتوحه 30 لاعب، والحمد لله كنا الفكر اننا نحاول نستعمل كل اللعيبه ان نوصل بشكل انه نخفف الاحمال. بفتره كورونا كان صعب على كل الناس، كان في ارهاق كبير على مستوى اللاعبين والاجهزه الفنيه والطبيه. المتميز او الذي عنده احسن قدرات، نقطه مهمه جدا في العمل البدني، انه على قدر اهميه الحمل البدني على قدر اهميه استرجاع الطاقه او ايوه الريكفري، ايوه يعني الاستشفاء. الاستشفاء. أي. وفي يعني التطور العلمي في الناحية البدنية يعني في بلغ من مراتب طب خليني اقف معاك في الجزئيه دي، لانه الاهلي السنه دي قبل بدايه الموسم
مستر كولر طبعا وياسين المكاري، بما انه طبعا يعني نجم منتخب تونس. بدايه، هل حصل تواصل بينك وبين ياسين المكاري؟ هل سالك عن تجربه عملك في النادي الاهلي قبل ما يجي كواحد من اعضاء الجهاز الفني مع مستر مارسيل كولر؟ والله بتمنى للمستر كولر وطبعا كل الجهاز الموجود انه التوفيق. ياسين ما الحقيقه لم نتواصل مع بعض، انا ما كانش تعامل قبل كده مع ياسين المكاري. طبعا لاعب كبير واكيد هيبقى اضافه في النادي الاهلي من خلال دوره في الجهاز الفني. للاسف ما كانش تواصل مع ياسين، طبعا ليه تواصل تام على طول طيب مع علي. خليني هاجل علي معلول وهاجل تونس في كاس العالم مستنيينكم، بس خليني اروح لقصه برضو الاحمال مره تانية. كنت بقول لك انه الاهلي بدايه الموسم ده عمل لاول مره يمكن حاجه بتحصل عندنا هنا في مصر، هي فكره القياسات البدنيه. الى اي مدى القياسات البدنيه دي بتبقى مفيده لمدرب الاحمال وبتاثر على ايه في شغله بقيه الموسم؟ طبعا مهم جدا في قياس الاختبارات، التيست، الاختبارات البدنيه في بدايه الموسم، طبعا لتحديد النواقص البدنيه لكل لاعب. واحد تشتغل عليه بقى انت في انديفيدوال بروجرام. اثنين، تقدير حمل التمرين كله للاعبين من خلال النسب المئويه للاختبارات اللي اتعملت، التيست. اثنين، بتقلل عدد الاصابات او بتبقى في استباق للاصابه من خلال تدريبات مكثفه موجهه في النقص الموجود عند اللعيب، وده نقص مختلف من لاعب الى اخر حسب الامكانيات البدنيه. فالاختبارات البدنيه صحيح، او التيست مهمة مهمه جدا. جدا جدا طيب جدا. حتى خليني اختم معاك لقائي، لازم اسالك طبعا عن معلول مع الاهلي وعن معلول مع تونس، وشايف ازاي فرص تونس في مشاركتها في كاس العالم اللي جاي. طبعا بتمنى لعلي كل التوفيق في النادي الاهلي ومع منتخب تونس. منتخب تونس يعني هذه مشاركته السادسه في المونديال في كاس العالم. اعتقد انه المنتخب اكتسب خبرات، طبعا في ظروف كل فتره دوره كاس عالم عندها ظروفها. اعتقد انه علي ان شاء الله يحاول يعمل كاس عالم ممتازه، يعني في اسمه وفي قدراته وفي في قدرات المنتخب التونسي. المنتخب التونسي متعود انه يكون موجود في كاس العالم، عنده رغبه كبيره ان شاء الله يكون الحظ والتوفيق في الى جانبه في الوصول للدور الثاني. انا يعني عندي علاقات ممتازه ومع الجهاز الفني ومع اغلب اللاعبين الموجودين في المنتخب التونسي، اتمنى لهم التوفيق. اعتقد انه مجموعه ماهيش سهله، مجموعه صعبه صراحه. يعني حتى المنتخب الدنماركي، مش نبدا بالمنتخب الدنماركي، المنتخب قوي وسبق انه فاز على المنتخب الفرنسي من شهر او شهر ونص. المنتخب الفرنسي غني عن التعريف، منتخب كاس معناتها بطل العالم. فالمجموعه مش سهله، تستحق تركيز وبعض وشويه توفيق على من عند كل ربنا سبحانه وتعالى. الأحوال كابتن أنيس، كل الجماهير العربية في ظهر وفي دعم ومساندة المنتخبات العربية والإفريقية اللي بتشارك في بطولة. نفسنا نشوف منتخب عربي أو منتخب إفريقي بيقدم كورة وبيقدم مستويات قوية ويقدر يروح لبعيد مع الكبار في أهم بطولة على مستوى المنتخبات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أنيس أشعلالي مدرب الأحمال السابق والنادي الأهلي. فاصل ونرجع لحضراتكم. في الدوري طبعا بس بشكل عام، مش بس بتيشيرت النادي الأهلي. خلينا نروح لموضوعات كتير جدا، اولها كاس العالم. يعني وحقيقة قبل ما اتكلم في كاس العالم اللي جاي، عايز اقول رساله، انجاز التعبير، رساله للاعيبه مصر اللي ممكن ان شاء الله يكونوا املها وامل المصريين في التاهل لكاس العالم 26. متخيلين واحنا على بعد ايام من بدايه او من انطلاق بطوله كاس العالم قطر 22، كان ايه هيكون احساس المصريين، حجم الاحساس بالسعاده والفرحه والتشوق لبدايه البطوله لو منتخب مصر كان مشارك. امانه انا كمواطن مصري مش بس نفسي اشوف بلدي في كاس العالم، لكن نفسي كمان اشوف المنتخب المصري بيقدم كوره حلوه، ومش لازم يكون بينافس على البطوله، بس على الاقل قادر يكسب ماتش او اتنين او يتاهل حتى للادوار الاقصائيه. نفسنا نشوف حاجه تليق الحقيقه بتاريخ الكره المصريه وبامكانياتها وبقدراتها وبنجومها، لكن قدر الله وما شاء فعل. الاهم ان احنا ما نستناش كتير، والاهم ان شاء الله يكون في امل، ونتمنى طبعا التوفيق لروي فيتوريا، لانه بيتقال انه راجل جاي على مشروع، ومفيش مشروع اهم عند المصريين من الوصول لبطوله كاس العالم. لكن مش بس كاس العالم، لكن كمان
قدره المنتخبات العربيه والافريقيه اللي كمان هنقف في ظهرها. يعني احنا كمنتمين لقاره افريقيا عايزين نشوف منتخب افريقي زي السنغال مثلا او الكاميرون او منتخب عربي زي تونس او المغرب او السعوديه بيعملوا حاجه في كاس العالم اللي جاي. فهنتكلم عن كاس العالم وهنتكلم على ماتش بلجيكا وهنتكلم بالتاكيد طبعا على الاهلي تحت القياده الفنيه للمدير الفني الجديد مارسيل كولر، ولا ما بقاش جديد قوي تعودنا عليه خلاص مع واحد من نجوم الكره المصريه ونجوم كاس العالم 90 كابتن مجدي طلبه ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن مجدي. مساء الخير يا استاذ احمد. يا كابتن مجدي احنا استنينا 30 سنه عشان نوصل كاس العالم يا كابتن. أيوة مجدي عدى 30 سنه مستنيين كاس العالم. أيوة صح. وعلى فكره خليني اقول لك حاجه، انا يمكن كنت يعني بدردش معاك قبلها، يعني اللي عاش كاس العالم 90 ما اتبسطش قوي بكاس العالم 2018 او ما حسش انه ان احنا رحنا تاني كاس العالم 2018، تظل ذكرى 90 هي الغالبه او هي الحاضره او هي الاقوى عند المصريين. مش عارف متفق معايا ولا تختلف؟ متفق بشكل كبير جدا، لانه مساحه النجوم اللي كانت موجوده في 90 مختلفه عن النجوم في 2018، وان كان فيهم السوبر ستار صلاح انما النتائج كمان والاداء اثروا بشكل كبير جدا على المردود بتاعنا وعلى الانطباع اللي خده الشعب المصري الجمهور المصري عن المنتخب في ادائه في كاس العالم. وانتوا رايحين كاس العالم 90 مع كابتن جوهري كان برضه بقى لنا فتره طويله قوي ما رحناش كاس العالم، كان حاجه من 34 تقريبا يعني قعدنا احنا لازم نضرب لنا كده ثلاث عقود عقبال ما وانتوا رايحين كان عندكم رهبه؟ كان عندكم خصوصا انتوا كان معاكم يعني برضه يعني منتخبين من ثلاثه من العيار الثقيل، يعني هولندا يعني كانت بطل اوروبا 88، انجلترا طول عمرها مهما كان مستواها متراجع قوه عظمى. يعني هل كنتوا رايحين بامل انكم تعملوا حاجه؟ كان في هدف معين متفقين عليه مع كابتن جوهري كواليس ما قبل الذهاب، وايه اللي اختلف وانتم موجودين في ايطاليا؟ طيب من البدايه انا كمجدي ما كانش عندي رهبه خالص. ما اعرفش ليه يعني. انا مش عارف ليه، مش قلاطه ولا ما كنتش لسه احترفت يا كابتن مجدي؟ لا كنت احترفت. كنت احترفت يمكن عشان كده ما كنتش حاسس بان في حاجه صعبه قوي هندخلها او ما كانش عندي الشعور ده. انما الشعور اللي كان عندي انه، وده كنا متفقين عليه كلنا مع كابتن جوهري، ان عايزين اسم مصر يبقى موجود في كاس العالم بشكل الناس تعرف يعني ايه مصر في الكوره. لان قبل كاس العالم ما حدش يعرف يسمع عنها اي حاجه خالص. وده كان مأثر علينا في مبارياتنا الوديه الدوليه واشتراكاتنا. عملتوا معسكر اعداد مع كابتن جوهري؟ نعم بعد ما وصلنا كاس العالم. بعد ما وصلتوا كاس العالم، بعد ما وصلنا كاس العالم، بعد ما كسبنا الجزائر، بعد ما وصلنا كاس العالم بقى كل الدول عايزه تلعب مع مصر. انما قبل كده وفي تصفيات الكاس العالم 86 ما كانت في فرق كتير بتشترك فيها وبتعمل مباريات وديه قبل دخولها كاس العالم. ما صدفتش ان في حد من اي منتخب في العالم جه يلعب مع مصر قبل ما يروح كاس العالم 86 مثلا. انما بعد كاس العالم 90 بقت خلاص مصر مركز في افريقيا منور. كل دول العالم عايزه تشترك معاه، خاصه ان الاداء واول مشاركه لينا بعد فترات طويله كان مشرف جدا وكان مسمع في العالم كله. عملنا فيه كل حاجه، عملنا فيه اداء كويس، عملنا فيه نتائج جيده، عملنا غير تسببنا في تغيير قوانين في كره القدم. ايوه دي ماتش ايرلندا الشهير طبعا. طبعا فاحنا عملنا كل حاجه. أيوة. عملنا كل حاجه يعني، وخاصه ان احنا كنا في مجموعتنا كان في بطل اوروبا وهولندا في التوقيت ده طبعا، رود خوليت بالظبط كده، وانجلترا كانت وانجلترا كانت من الفرق القويه في الوقت ده. كان في سبوت على المجموعه بتاعتنا. كان في سبوت كبير جدا. لان كانوا معظم نجوم العالم، والمجموعه كانت كلها فاكر انا كلها تعادلات يعني. ايوه بالظبط يعني ده كنا تعادلنا ماتش انجلترا بالظبط، كنا ممكن ندخل في حصل كومبينا بقى في الناحيه الثانيه. انه اتعادلوا 2-2 هولندا وايرلندا. هولندا وايرلندا. أيوة. فكان حتى لو احنا تعادلنا مع انجلترا كان حد فيهم هيطلع عشان الاهداف. ايوه كان فرق الاهداف. انما أنا فاكر في الماتش ده احنا كنا قريبين يعني كنا قريبين حتى جدا بعد ما سجلوا. فاكر كره الكابتن جمال عبد الحميد على ما اتذكر. أيوة. يعني
ايوه مش عايز اقلب المواجع بس هي اتحسبت اوف سايد بتهيألي. مش فاكر مش فاكر الاوف سايد. انا فاكر الفرصه اللي يعني هي كانت فرصه فشيلتون اعتقد كان هو حارس مرمى انجلترا في الوقت ده. كان شيلتون كان شيلتون صح وضاعت اخر كاس عالم ليه. لكن تبقى الذكرى حاضره عند المصريين لغايه النهارده. اتكلم في 32 سنه طبعا. اللي شاف كاس العالم ده واللي حضر كاس العالم ده كانت فرحه واللي المصريين. واللي ما شافش بيتفرج على اليوتيوب دلوقتي. في جيل اتظلم انه ما راحش كاس العالم. طبعا طبعا. جيل كابتن حسن. كابتن حسن شحاته 2006 2008 احمد حسن 2008 2000 تريكا وشوقي و 6 8 10 ده جمعة. كان جيل عظيم طبعا. جيل عظيم يعني من الاجيال المؤثره جدا في تاريخ كره القدم في مصر يعني افريقيا وعمرو زكي في تيم كبير كله. التشكيله كلها. تفتكر لو كانوا نجحوا في الوصول لكاس العالم كان ممكن يروحوا لبعيد ولا كان ممكن يروحوا كان لبعيد. ممكن لان كابتن حسن طريقه اسلوبه في الشغل مريح. يعني ما هوش مش 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 ما بيضغطكش فوانس ان انت ما بتضغطش بيخليك تحاول تخرج كل اللي عندك بحريه غير لما تحاول تخرج اللي عندك تحت رولز لازم تتعمل لازم ده بيفرق مع اللعيبه. طب خليني اقف معاك في الحته دي وهكلمك على سؤال انه في اوقات طبيعي جدا في كل حته في الدنيا يبقى في ابس اند داونز يعني الكيرف تلاقيه فوق كيرف تلاقيه تحت. لكن حتى في مصر هنا مفيش فتره طولت معانا زي الفتره الاخيره دي. يعني الثمانينات 86 خدنا بطوله افريقيا صح؟ ايوه. 90 تاهلنا كاس عالم. 98 خدنا بطوله افريقيا. 2006 و2008 و2010 خدنا بطوله افريقيا. فكنا دايما قريبين. مش عارف ليه كاس العالم دايما هي المشكله سواء انديه او منتخبات دايما مصر يعني ما بتقعش كتير. لكن وعلى مستوى العشر سنين الاخيره كانديه الاهلي عامل ريكورد في افريقيا كلها. لكن ليه دايما في مشكله معانا في كاس العالم وليه دايما مش عارف هل هو حظنا ولا عقليتنا اكتر انت تحسبها ازاي انه في اوقات حتى بتبقى فرص المنافسه مع المنتخبات اللي في المجموعات سهله واحنا بنضيع فرصنا بايدينا. لان احنا لا نجيد اللعب والشغل من خلال معسكرات قصيره وضيقه. ما عندناش دي. لازم يحصل معايشه ولازم يحصل لانه يمكن دلوقتي الامور تبقى افضل انما قبل كده كان كل شيخ ليه طريقه في التدريب بتاعه او في شغله مع الفرقه بتاعته وبعدين يجي المنتخب بيقعد اسبوع ماكسيمم ما اعتقدش انه كان بيقعد ماكسيمم حتى اسبوع وبعدين يشتغل على الماتش يخش يشتغل في الماتش فبيبقى فيه جفاء بعيد. انما في البطولات المجمعه بيبقى في فترات التجمع قبل البطولات المجمعه يعني ليجا اللي بيبقى عندك 3 أسابيع تقريبا. انت تقصد ان المعسكرات الطويله هتفرق نتيجه طبعا مع اللاعب المصري خاصه انه عناصر اللياقه البدنيه بتبقى متساويه. انما في الاوقات القصيره مش كل تيم بيتمرن زي التاني. ايوه. ومش كل مدرب بيتمرن زي التاني وبعدين الاوقات اللي بتتكلم فيها كان علم التدريب عند كتير من المدربين مش قوي اعلى حاجه يعني. مش قوي. أي. فانت كنت لو انت اتفرجت على المباريات دي تاني او رجعت الشريط هتبص تلاقي ان من اهم الاسباب هو عناصر اللياقه البدنيه ان انت ما كنتش متوافق مع التيم الفرق المنافسه ليك بدنيا مش فنيا. بس احنا يعني لو كنا الى حد ما كنا فتره من فترات الى حد ما قريبين بيتهيألي البدني فرق جدا في اوروبا. امبارح اتفرجت على ليفربول وتوتنهام 90 دقيقة فيها كمية جري وفيها قوة طبعًا وفيها سرعة طبعًا طبعًا. كرة تانية خالص. ما ننساش ان المناخ عامل مؤثر. المناخ عامل مؤثر يعني هو بيشتغل في درجة حرارة احنا في شهر نوفمبر دلوقتي هو بيشتغل في درجة حرارة 7 8 9 بالليل في الوقت بتاعه ده احنا هنا دلوقتي 27 فانت متخيل درجة الحرارة 27 بتلعب مباراة ودرجة حرارة 9 بتلعب مباراة. انت هنا مهما سخنت ومهما حصل مهما جريت شعورك بالتعب مش زمن شعورك بالتعب مش زي زمن شعورك بالتعب في البلاد الحارة ودرجات الحرارة المختلفة. زائد طبعا اكيد 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 طرق التدريب عنده وطرق الاحمال هو بيشتغل مختلفه طبعا. طبعا مختلفه والتغذيه كل حاجه وكل حاجه. طب اجي معاك لنسخه كاس العالم اللي جاي عندنا 4 منتخبات عربيه تشارك ومنهم 2 طبعا من ضمن 5 منتخبات افريقيه. هبتدي بالعربي
عندي من شمال افريقيا عندي تونس تونس والمغرب، ومن الخليج العربي عندي المملكه العربيه السعوديه وقطر البلد اللي تستضيف البطوله. شايف ازاي مستويات الاربع منتخبات دول، وهل تتوقع ان في منتخب منهم يقدر يروح لبعيد، يقدر ينافس، يقدر يتاهل على الاقل عن مجموعته، ولا شايف ان الدنيا صعبه؟ لا انا شايف انها صعبه، بس انا شايف تيم المغرب عنده حظوظ، يعني هو اكتر تيم في الفرق الاربعه. أيوه. عنده حظوظ انه ممكن يتخطى دور المجموعات الستيج جروب، انما بقيه الفرق ممكن تأدي اداء كويس في ماتش في ماتشين، انما النتائج لا هتبقى صعبه شويه، لانه بالرغم من ان الحضور الجماهيري ممكن يفرق كتير، مع المفروض انه يفرق كتير مع الفرق العربيه، يعني السعوديه طبعا اكيد السعوديه قطر والسعوديه نص ساعه طبعا، فجمهور نسبه الجمهور السعودي هيبقى كتير جدا. ايوه وقطر في قطر بالظبط، انما بتاعتهم الجمهور ده عامل خارجي. ايوه عامل خارجي غير مؤثر، اللي هيأثر هو العامل الداخلي اللي هو اللعيب نفسه، التحكيم، الفار، كل دي هتبقى عوامل مؤثرة داخلية. لكن احنا الجمهور ما هلوش عليها على مستوى اللاعبين وبالذات افريقيا، يعني خلينا نتكلم على مستوى اللاعبين العرب الافارقة. في الخمس ست سنين اللي فاتوا كابتن مجدي حصلت طفرة، حصلت نقلة. اكيد طبعا، يعني انت بتتكلم على انه في تقريبا في كل المراكز المهاجمين والأجنحة والمدافعين يعني عندي أشرف حكيمي، صلاح طبعا نجم واحد من أهم نجوم الكرة العربية في أوروبا، أشرف حكيمي، حكيم زياش، رياض محرز، ياسين بوفال، يعني في النهاردة عندنا لعيبة على سكيل العالمي. ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل، يعني ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل النقلة دي؟ احنا بتتكلم عن في الآخر عن واحد، فاهم، ما بتتكلمش عن جروب، ما بتتكلمش عن أربعة خمسة في التيم. أيوه. عشان يطيروا التيم يشيلوه. بتتكلم عن واحد، الواحد ده لازم اللي حواليه يكونوا بيجاروه، تمام، لازم يكونوا مقربين منه. أيوه. فإنما واحد في 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 وادي وبقيه التيم في وادي اقل شويه، لا انما لو قلنا 3 4 لا خلاص كده احنا لو اتكلمنا ان كل خط فيه حد هتفرق. طيب كده انا افهم من كلام كابتن مجدي انه اذا ما كانش يراهن على المنتخبات العربيه فممكن يراهن على المنتخبات الافريقيه، لانه اذا كان بيقول 3 4 فانت عندك منتخب مثلا زي السنغال، لا في 5 6 تقال، في منتخب عيار تقيل، هل ممكن منتخب افريقي يعمل مفاجاه؟ مفاجاه بستناها من سنين، وشفت اجيال كتير جدا، في يعني جيل يايا توري ودروجبا في كوت ديفوار كان يستحق انه يروح لبعيد، جيل السنغال حاج جوف كان يستحق انه يروح لبعيد. لكن في جميع الاحوال خلينا نسمع وجهه نظر كابتن مجدي طلبه في فرص المنتخبات الافريقيه في كاس العالم الجاي، بس بعد الفاصل. افريقيا ضيعت فرص كتير جدا في انها تروح لبعيد في كاس العالم. انا يمكن قلت اتكلمت على دروجبا ويايا توري الجيل بتاعهم مع كوت ديفوار، واتكلمت على الحاج جوف جيل حاج جوف في 2002، وفي اجيال تانية كتير، يعني جيل نيجيريا مثلا نوانكو كانو مع جاي جاي اوكوشا، جيل ايتو في الكاميرون، منتخبات كانت يعني كانت لازم تروح لابعد من كده في كاس العالم. هل ممكن يعملها منتخب السنغال؟ وانا بشوف انه السنغال ممكن يبقى الاقرب، او غانا او الكاميرون. خلينا نسمع راي كابتن مجدي طلبه ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه. بتشوف فرص المنتخبات الافريقيه افضل نسبيا من المنتخبات العربيه كابتن مجدي؟ طبعا قولا واحدا. لان هم اولا نسب السوبر ستارز اللي عندهم على الكره الليفل الهاي ليفل اكتر من اللعيبه المنتخبات العربيه، دي نمره واحد. نمره اتنين، الارقام اللي قبل كده بتقول ان هي المنتخبات الافريقيه هي اللي بتعدي الدور عدد الادوار الاقصائيه اكتر من الدول العربيه. المشكله في الدول الافريقيه، الفرق الافريقيه، المنتخبات الافريقيه، انها ما بتوصلش لابعد منه، بتبعد عنه، علشان ان الاتيتيود بتاع لعيبه افريقيا مع منتخباتهم غير في اوروبا، غير في درجات غير الانديه بتاعتهم، درجات الالتزام والانضباط بتاعتهم اقل بكتير. عشان كده لما بيجي لهم كوتش هو اللي بيسيطر على المجموعه بتلاقي الفرق توصل لابعد من كده.
طيب جيل نيجيريا اللي خد ذهبيه الاولمبياد كان جيل مميز جدا بالزبط. وكان يستحق الحقيقه يوصل لبعيد جدا في كاس العالم. شوف في الاولمبياد كان الكوتش بتاعهم مين وكانوا ماشيين ازاي وعاملين ايه، وشوفهم في كاس العالم كان بيعملوا ايه. هي قصه كوتشنج سيطره. انا ممكن اكون عايز اصل لعيبه افريقيا في اللعيبه الافارقه في المنتخبات بتاعتهم بيبقوا عندهم نوع من انواع الشعور بالذات اكتر شويتين من الانديه. الانديه في اوروبا ما فيش هزار. بس برضو مجد شخصي يعني، بتهيألي اي لاعب بيحلم ما هو عاوز يلعب في كاس العالم. هو عاوز يحقق ده. بس هو عايز يحقق ده بطريقته مش هيحصل. ولما ده عايز يحقق ده بطريقته وده بطريقته، دي وجهه نظري انا في تحليل المنتخبات الافريقيه. ماذا والا ما عندهمش مانع خالص ان هم يطرقعوا لاي حد في اوروبا. يعني القدره موجوده. أي. القدره موجوده والامكانيات موجوده، انما الـ 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 الاصرار على انه يعمل دوت والانضباط، اعتقد هي دي المشكله الكبيره اللي موجوده عندهم. واساسا اهم وابرز نجوم اوروبا النهارده من اصول افريقيه. بالظبط. يعني بالزبط. كريم بنزيما، كيليان امبابي، بالظبط، مش دول اهم نجمين في فرنسا من اصول افريقيه؟ ولو شفت على الصعيد الثاني وصلاح ما اصول افريقيه، احنا افارقه. ساديو ماني من اصول افريقيه، بتتكلم على اسامي ثقيله جدا. فرنسا لما خدت كاس العالم خدتها بتشكيله اغلبها 90% منها اصول افريقيه. فالموضوع تراهن على مين في الثلاثه؟ غانا، الكاميرون، السنغال، مين حظوظه اكبر يعني؟ انا ارشح السنغال. السنغال لان باين عليهم والحته الانضباط اللي انا بتكلم فيها دي موجوده. اكتر تيم افريقي موجوده فيه هو السنغال. ده باين عليهم جدا جدا، حتى من تصريحات الكوتش بتاعهم باينه يعني. بتبان مع او ضد فكره زياده عدد منتخبات اللي بتشارك في البطوله؟ كان في فكرتين، فكره بتقول انه نزود عدد المنتخبات اللي بتشارك في كل نسخه، او ان احنا نعمل بطوله كاس العالم بدل ما هي كل اربع سنين سنتين. كل سنتين؟ لا، هي كل اربع سنين. هي كل اربع سنين. لان هو ده الرونق بتاعها والاشتياق. ايوه، ما هو انت التفاعل اللي بيزيد مع كاس العالم ده، كل كاس عالم عن الثاني نتيجه سببه هو بعد المسافه ما بين البطولتين. أيوة. لو قربتها بقت زي الدوري. ما بقتش خلاص، ما بقاش فيه الاشتياق. الاشتياق مش موجود. اربع سنين مده كويسه جدا، بس مع زياده العدد. انما مع زياده العدد عشان ندخل احنا. ايوه، هم لازم يزودوا العدد عشان ندخل يا كابتن مجدي. عشان ما عندكش تفاؤل في 26 يعني؟ لا، عندي 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 عندي. وقرايتك للجيل بس هيبقى اسهل. يعني لو اللي انا سمعته، ما اعرفش هيتحقق ولا لا، انه هيبقى 10 فرق منتخبات من افريقيا. فده لو اتعمل يبقى انت نسب مشاركتك هتزيد كتير جدا عن ما كانوا خمسه. ده لو الخريطه ما اتغيرتش. في ناس كتير جدا اتقدمت بسرعه الصاروخ في الكره في افريقيا في السنوات الاخيره. طبعا. ده نتيجه انه البطولات الافريقيه ما اتحصرتش، كاسات الامم ما اتحصرتش في دول معينه بعينها. راحت لبوركينا فاسو، راحت لهنا، وراحت لهنا، وراحت هنا. طب خليني اخد اخر سؤال في منتخب مصر، وهينقلني بقى لمنتخب مصر ولقائه مع بلجيكا. هل بتشوف انه الجيل اللي جاي، يعني كانوا دايما بيقول لك احنا حصل عندنا بسبب ظروف كتير جدا جاب بين اجيال معينه، فده ادى لتراجع المستوى في المنتخب. هل شايف انه الجيل اللي جاي يستلم، او الجيل اللي يبقى قادر يقود منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 26 عندنا القماشه؟ هل الكره ممكن، الكره المصريه يعني، يحصل فيها الطفره في خلال السنوات القليله اللي جايه دي؟ جدا. المنتخب الاولمبي اللي كان مع شوقي غريب في اولمبياد طوكيو، مع المنتخب الاولمبي اللي موجود مع روجيرو ميكالي النهارده، بيقولوا انه في قماشه حلوه جدا. طبعا. تراهن عليها في مستقبل الكره المصريه؟ بص، مصر في كره القدم وفي الرياضه عموما وفي كره القدم خاصه ولاده بشكل كبير جدا. كل اللي انا بطلبه وبرجوه واتمناه ان المسؤولين في اتحاد الكوره وحواليهم في المناطق يتعبوا شويتين، يوظفوا مدربين مؤهلين بشكل علمي جيد جدا وبشكل خبراتي جيد جدا، علشان يخرجوا الجواهر اللي موجوده ويجهزوها
ويأهلوها. مش شرط مش لا يكفي انك تخرج الجواهر اللي موجوده بس، في جواهر كتير جدا في لعيبه. النهارده بنشوف في منتخب مصر كام واحد اساميهم بالنسبه لنا جديده، اول مره مش اساميهم بالنسبه لنا جديده ولاعيبين جيدين جدا مع الخبرات اللي هياخدوها ومع التجارب اللي هيخوضوها هيبقوا افضل دول بجانب المجموعه اللي ما دخلتش اللي عمالين نتكلم عليها، وده ما دخلش ليه وده ما دخلش ليه وده ما دخلش ليه، زائد المجموعه بتاعت المنتخبات الاولمبيه. لا احنا عندنا الكواليتي عندنا والماتيريال عندنا، بس المفروض ان احنا نكتر الشغل معاهم شويه ونديهم ثقه ونكتر المباريات الدوليه. لازم نكتر المباريات الدوليه. ايوه هي الناس علقت كتير، انت عارف يعني دايما لما بنيجي نتكلم على مدير فني في نادي بالذات لما بيبقى نادي كبير او جماهيري، يعني الجمهور بيبقى واقف، تعرف على الوحده التشكيل كان ازاي، التبديلات اتعملت ازاي، لكن في النهايه القوام محدود والمدير الفني هو الاقرب للعيبه فبيختار في حدود المتاح قدامه وهو اضرب حاله اللعيبه. لكن لما تروح المنتخب، بالنسبه انا بكلمك وجهه نظر جمهور واعلام، لما تروح منتخب لا قصه القماشه اوسع اولا، ده منتخب مصر ما هوش نادي ملك الفئه معينه، ده ملك كل الجماهير المصريه. نمره اثنين انت عندك قماشه واسعه جدا 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 والناس شايفه ومتابعه وبتقدر تقيم، لا والله الاسم ده يستحق فعلا الانضمام، الاسم ده ليه خدته وعليه علامه استفهام، والاسم التاني ده كان متالق ومكسر الدنيا ليه ما خدتوش. فتبقى دايما الحته دي مع المدير الفني لاي منتخب وطني كان او اولمبي بتبقى دايما مثير للجدل. واختيارات حتى روي فيتوريا الاخيره برضو يعني اثرت كتير من علامات استفهام. شايف انه الراجل بما انه بيلعب ماتش ودي وما عندوش بطوله دلوقتي ولسه هيخش في ماتشات رسميه في شهر مارس، من حقه يجرب ويلعب ويحسب حساباته الشخصيه، ولا من حقه يدي للناس مبررات انا بختار ايه هي المعايير او على اساس ايه اللعيبه والاسم اللي انا بخليه انضم لمنتخب مصر؟ لا ما مش مع المدرب يدي مبررات لانه لو ادى النهارده مبررات هو مطالب بان كل اختيار يدي عنه مبرر وده مش صح. تمام انا عندي وجهه نظر بطبقها وبختار المجموعه اللي تناسب وجهه النظر اللي انا بشتغل بيها دلوقتي. وارد جدا وجهه النظر دي تختلف كمان شهرين ثلاثه بناء على الشغل والطريقه اللي احنا انما الاستراتيجيه واحده. وجهه النظر مختلفه حاجه والاستراتيجيه اللي بيشتغل بيها حاجه ثانيه. اسالك سؤال كابتن مجدي قبل دي معلش كريم فؤاد مثلا روي فيتوريا هو اللي بيختاره المعسكر اللي فات مظبوط، وكان برضه عليه علامات الاستفهام اشمعنى انت خدت كريم فؤاد و و مش كده برضه؟ تمام. النهارده بيبان لنا كريم فؤاد مظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه. ايوه الكواليتي بتاعه موجود. ده اللي انا بتكلم فيه بقى، الكواليتي بتاعه موجود، انما انت ازاي تظهر الكواليتي ده؟ مش كل حد يقدر يعمل الكلام ده. فهو النهارده مدخل واحد زي مروان عطيه، لعيب جيد جدا. لعيب جيد جدا جدا جدا، وجهه نظر انا الشخصيه ليه، لعيب ما يقلش ابدا عن اي لعيب كوره في الحته دي في مصر. انما عشان اسم جديد ومش مسمع قبل كده فالناس خاصه جمهورنا عايز، كل جمهور عاوز اللعيب بتاعه هو اللي يبقى في المنتخب. المنتخب مختلف، ما بيتهيأليش في جمهور هيفضل مصلحه النادي بتاعه على مصلحه هو مش مفضل مصر. مصلحته هو شايفه احسن واحد هو مش مفضل هو هي قناعاته ان هو ده احسن واحد احسن حد هو هي دي قناعاته ابني احسن من اي احسن من اولاد التانيين. صحيح انا عايز اقول لك مثلا يعني ما حدش هيزاد علينا في حبنا للاهلي، بس في ممكن يكون اسم في الاهلي تم اختياره ممكن يبقى مش في احسن حالاته. وارد في جدا اسم تاني ممكن وارد جدا هو الراجل يعني وارد جدا انه بيختار الاسم اللي مش في احسن حالاته دلوقتي ده عشان يدخله الفورمه الدوليه، عشان يدخله الجو الدولي، علشان يدخله المجموعه، عشان عايز يقول له شويه حاجات هو عايزها منه عشان يعملها. لما كنت بتبقى مثلا عايش فتره حلوه وانت محترف بره مصر مثلا ومتألق ومكسر الدنيا والصحافه بتكتب عليك والناس يعني طايره بيك، فتلاقي تجمع لمنتخب مصر اسم كابتن مجدي طلبه مش فيه، حصلت معاك قبل كده؟ حصلت معاك حصلت في البدايات طبعا. كنت بتستقبل ده ازاي وبيأثر عليك ازاي؟ وهل بيبقى ليه اثر سلبي عليك حتى في الملعب مع النادي بتاعك ولا لا؟ لا لا, لا, لا. مع النادي بتاعي خالص لانه بتأثر شغل وبعدين انا مبسوط. أيوة. يعني انا في النادي بتاعي بس في حته برضه في حته مضايقاني تعباني. الحته اللي تعباني اكتر انه ايه، ان انا بشوف ان الناس التانية مش مقدريني كويس.
مش قادرين يقدروني لغايه دلوقتي كويس، انما هتيجي يعني. انا لو سبت نفسي للقصه دي، لا هبقى كويس هنا ولا هبقى كويس هنا. انما العقل يفكر فيها بان طول ما انت رجليك في الملعب جايه الفرصه. يعني امتى هتيجي ما تفكرش ان العقل، انما هي جايه. العقل يفكر فيها يفكر على انه هتيجي جاية الفرصه جايه. جهز نفسك عشان لما تيجي. الكلام ده بنقوله واتقالنا قبل كده واحنا بنقوله للاعيبه اللي جايه. ده مهم جدا. طيب تعال اخدك لماتش بلجيكا، وايه المنتظر؟ مواجهه صعبه جدا في توقيت صعب جدا مع واحد، انا يعني بيتهيألي لو ذاكرتي ما تخنيش مش فاكر ماتش جامد قوي لمنتخب مصر مع منتخب من العرض الثقيل من ساعه كاس العالم للقارات اللي هو 9. ايطاليا والبرازيل. يعني مش فاكر حاجه ثقيله في النص. لعبنا في منتخبات افريقيه ولعبنا مع في كاس العالم، ولو انها ما تحسبش يعني ما تتعدش يعني، لكن منتخب في تقل بلجيكا مش فاكر بصراحه. البرتغال قبل لعبنا البرتغال، البرتغال يمكن صح. قبل كاس العالم 2018. يبقى خلينا نقول من ساعه البرتغال ما قابلناش منتخب مصنف او منتخب مرشح بالكم الكبير جدا من النجوم. ايه الاهداف يعني؟ هل تتوقع ان احنا نلعب مباراه هجوميه؟ هل تتوقع، هل مطلوب ان احنا نكسب بلجيكا مثلا وهي رايحه بعد ايام بسيطه جدا تلعب كاس العالم؟ ايه الاهداف اللي ممكن يحطها مستر فيتوريا في مباراه بلجيكا؟ ايه اللي احنا نستناه كجمهور عشان ما تبقاش احلامنا واملنا وطموحاتنا كبيره قوي فننزل على ارض الواقع فتبقى في صدمه مش توقيتها خالص؟ خليني اسمع راي كابتن مجدي بس بعد فاصل سريع واخير ونرجع نكمل كلامنا. ناخد بالنا كويس قوي انه بلجيكا اللي احنا قابلناها قبل كده وكسبناها مع كابتن جوهري 1-0 وكسبناها مع كابتن حسن شحاته 4-0 غير بلجيكا خالص اللي احنا هنقابلها في يوم 18 طبعا في المباراه الوديه اللي هتجمعنا بيهم. كنت بسال كابتن مجدي لان انا معجب جدا بتجربه بلجيكا وفرنسا، النقله الطفره اللي بتتعمل في خلال سنوات بسيطه جدا، فقال لي على تجربه مهمه جدا، تجربه عاش جزء منها وهو بيعمل دراسات في المانيا سنه 2000 تحديدا. تعالوا نسمعها ويحكيها لنا كابتن مجدي طلبة. ايه القصه بقى كابتن مجدي؟ القصه انه وانا في لايبزيج كانوا بيدونا في المانيا، في المانيا بيدونا المحاضر الاتحاد كان بيتكلمنا عن تطوير الكوره عموما وتطوير الكوره في المانيا. هم ايه الخطوات اللي خدوها علشان الكوره تتطور في المانيا، وكان بيتنبأ ان المانيا هتبقى الفتره اللي جايه مختلفه تماما عن فتره التسعينات اللي هي من 91 ل 98. لانهم كانوا حصل عندهم دروب كبير جدا. المانيا في الثمانينات انا فاكر هي وصلت، هي خدت كاس العالم 90 على حساب فرنسا. أيوة. على حساب الارجنتين. في 86 في المكسيك كانوا طرف في النهائي مع الارجنتين، بس طبعا مارادونا في الوقت ده كان في التوب فور. بالظبط. الارجنتين كسبت. بيتهيألي اسبانيا 82 كانوا طرف في النهائي برضو، اعتقد 82 كانوا طرف في النهائي طبعا. فانت بتتكلم على فريق متعود دايما يوصل لنهائي بالزبط. كاس عالم. بالظبط. لو وصلوا 94 ولا وصلوا 98؟ 94 و98 خرجوا. ايوه. وخرجوا من الادوار اللي هي قبل ما وصلوا للسيمي فاينل. فحصل مشكله كبيره جدا، فقعدوا مع بعض عايزين درسوا ايه الموضوع. فلقوا ان الكوره اختلفت. السنين اللي كانت قبل كده كان الكوره بتعتمد بنسبه كبيره جدا اعلى على النواحي البدنيه. ايوه، الماكينات الالمانيه. بالظبط كده، اللياقه البدنيه كان هو العنصر المؤثر الرئيسي في الكره الالمانيه، في الكره عموما في العالم. أيوة. فكانوا هم افضل ناس في الوقت ده في الحته دي بدني. بعد كده الاطار الفني اتطور بشكل كبير جدا والخططي. ايوه. فبقى موازي ويمكن افضل في اوقات كتير من النواحي البدنيه، ممكن تتغلب عليه عن طريق ايه؟ عن طريق تطوير العناصر المهاريه او العناصر الفنيه للعيب. بدون اقطع كلامك، لو تفتكر نسخه كاس العالم اللي كسبوا فيها البرازيل 7-1 جيل جوتسي وكلوزي وباجن تايجر، شوف الفنيات الموجوده عامله ازاي. كوره ما لعبتهاش المانيا، شفتش المانيا بتلعبها قبل كده. ده اللي بقى انا بتكلم فيه. فهو الراجل بيكلمنا بيقول لنا ان احنا خدنا التجارب، قلنا عينينا على التجارب اللي موجوده في اوروبا. ما بصوش لبره اوروبا. أيوة. هم عايزين يبصوا للدول اللي اتطورت بشكل كبير جدا في اوروبا ويشوفوا التجارب بتاعتهم. فلقوا فرقتين او منتخبين اتطوروا بشكل فوق 200%. ايه هما؟ فرنسا. ايوه. واسبانيا. فقالوا اسبانيا وفرنسا المدرستين دول اتطوروا بشكل كبير جدا 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 من النواحي المهاريه والخططيه. فعايزين نشوف ايه اللي يناسبنا
وناخده. فخدوا اتفقوا على انهم ياخدوا المدرسه الفرنسيه ويطعموها بالمدرسه الالمانيه، العناصر المهمه عندهم في المدرسه الالمانيه، وبداوا يشتغلوا على تطوير النواحي الفنيه والمهاريه عند اللاعبين من القاعده. ايوه وبداوا يشتغلوا، فقالوا لنا في خلال 5 سنين اللي جايين، العشر سنين الجايين، هيبقى عندنا منتخبات قويه جدا. وقد كان فنيا ومهاريا وبدنيا. وده اللي شفناه بعد كده طبعا. ده اللي انا بقى بقوله، المنتخب اللي ياخد كاس العالم من البرازيل ومن الارجنتين في امريكا اللاتينيه، بل في معقل السامبا البرازيليه، ويقدم كره ممتعه بالتاكيد طبعا. ده اللي انا بقوله، ده مش صدفه بالظبط. لا ابدا، جيل. ما انا بقول لك انا بقول لك الكلام ده سنه كام؟ صحيح 2000. 2000 البطوله دي خدوها سنه كام؟ 2014. ايوه يعني بعد 14 سنه. مع الوضع في الاعتبار، دوبك لو انت ابتديت تشتغل من القاعده سنه 2000، الجيل اللي وصلك كاس عالم ويجيب لك البطوله في 2014 و2010 واخدين بطولات الشباب. بقى كام سنه كوره كابتن مجدي؟ يعني من اول ما ابتديت تلعب كوره لغايه كام سنه كوره؟ مش عايز اكبرك قوي، بس عايز اشوف المشوار. 45 سنه كوره. مفيش مره في ال 45 سنه شفت في الكوره المصريه واقفه زي دي؟ يعني لا، ما حصلش. لا ما حصلش. هو مفيش حد جه لما خبراء وقال لهم احنا عايزين نكسب كاس العالم 2030 او 2034 فنشتغل من النهارده؟ ما حصلش. هنا اجتهادات فرديه. المصلحه العامه لازم تتغلب على المصالح الفرديه. طيب نرجع لبلجيكا. شايف ماتش بلجيكا ازاي؟ والجمهور طبعا يعني لما بيشوف منتخب مصر بيلعب مع اي منتخب يعني عايز يلعب كوره وعايز يكسب. هل الماتش ده وهم يمكن التجربه مطلوبه ليهم وافيد ليهم اكتر مننا، بس هو مقياس حقيقي واختبار حقيقي لقدرات المنتخب المصري طبعا. شايف الماتش ده ازاي وازاي نعدي منه؟ يعني هو ماتش ودي بطعم المباراه الرسميه. ايوه، لان التيم منتخب مصر هو طرف النهائي في كاس ده بلجيكا طبعا مع كابتن جوهري. منتخب مصر مع كابتن جوهري. الماتش ده احنا كسبناه 98 او 99 اعتقد. 99 بعد 99. بعد بوركينا فاسو على طول 99 كسبنا 1-0. 99 ما كانتش طبعا بلجيكا هي بلجيكا دلوقتي. وحتى مع كابتن حسن شحات احنا كسبناهم هنا، اسيست احمد حسن قطعت حازم امام والتفنيشه طبعا ولا اروع. حازم كان لعيب كبير طبعًا. لعيب كبير طبعًا. ومع كابتن حسن شحاته بيتهيألي في استاد المقاولين العرب عماد متعب طبعا. هنا بقى شالوا 4، هنا بلجيكا شالت 4 لما كانت بلجيكا لسه يعني مش مصنفه او مش منتخب تقيل يعني. ده بيتهيألي 2000 اعتقد 2005 2005 قبل كاس عام قبل قبل كاس عام المانيا تقريبا. لكن الجيل اللي جاي مختلف بقى خالص يا كابتن مجدي. طبعا انت منتخبات بلجيكا في الوقت دوت ما فيش فيها لعيب اتنين معروفين على مستوى اوروبا. النهارده كله نجوم. النهارده كل اللعيبه كل دول من كورتوا لغايه لوكاكو وما بينهما سوبر ستارز. ليه؟ اللي عملته المانيا عملته بلجيكا. بالظبط. التطوير من القاعده. ايوه التطوير من القاعده هو ده الاساس. ايوه لازم القاعده تتطور باحسن العناصر التدريبيه في مصر. ايوه هو ده اللي استقطب لهم. طيب. المدربين اللي عندهم الكفاءه العاليه. ايه المكاسب اللي انا يعني انا كمنتخب مصر وانا كجهاز فني او كوي فيتوريا احب ان انا احققها واقول ان التجربه نجحت او استفدت منها في ماتش بلجيكا؟ نمره واحد قوت شخصيه. ان انا اخلي لعيبتي، ما هي بتواجه هازارد وبتواجه دي بروينا وميرتنز وكله بقى يقول الاسامي كلها، اما تيجي تقابل الاسماء دي بيتكون عندي انا شخصيه خلال التجربه دي. من خلال التجربه دي هينعكس عليا بعد المباراه في اللي جاي بعد كده، خاصه لو انا اديت بشكل متميز. كل ده هيديني ثقه في النفس. والله انا خايف يا كابتن مجدي جدا من الاثر النفسي على لاعبتنا. يعني انت بعد يعني احنا قريب قوي طبعا مع كوريا، انت عارف برضو كان يعني كان ليها ده حاجه ودي ده حاجه وده حاجه. ماشي. المناخ المناخ مختلف. تمام. طب الثقه الثقه نمره اثنين التطوير الفني. انا عندي لعيبه هتتاثر باللي قدامها حته جزء الاحتكاك والخبره، تجيب حلول وتدور على حلول وتستفيد من حلول.
زائد النواحي الخططيه، التطوير الخططي برضو مع روي فيتوريا، هيتكلم في شكل معين هيشتغل به التيم في مع مباراه مع لعيبه بلجيكا، وممكن الشكل يتغير من شوط لشوط. فكل دي خبرات هتاخدها اللعيبه اللي موجوده في المعسكر. نتمنى ده نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، نتمنى ان شاء الله باذن الله واعتقد ان الاداء ان شاء الله باذن الله هيبقى جيد ان شاء الله. الناحيه الثانيه الاداء، الاداء والتطوير الخططي اعتقد في الاهلي واضح مع مستر كولر جدا صح؟ طبعاً. سالت كابتن مجدي اول ما قعد قدامي في الاستوديو رايك في مستر كولر عاجبك؟ قال لي طبعا بدون تردد كده. ايه اكتر حاجه يعني لفتت نظرك فمستر مارسيل كولر؟ انه بيخلي لعيبه النادي الاهلي تلعب بشخصيه النادي الاهلي. يعني هو جاي عارف الدنيا فيها ايه، اتقال له هو شاف قرا سمع، فشخصيه النادي الاهلي انه من غير حتى ما يتقال له، انا لما يجي لي شغل في تيم زي تيم النادي الاهلي وبعدين اخد بريف كده عن الهيستوري بتاعه تاريخ النادي، والاقي كم البطولات اللي متاخده دي في افريقيا وفي محليا واقليميا ودوليا، ابقى انا عارف كون عندي انطباع عن الشخصيه دي. أيوة. انا لازم اشتغل بالشخصيه دي اللي تخليني، فده موجود. اهم حاجه عجبتني جدا هو الريتم. ايوه الريتم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي في النادي الاهلي هو ده الريتم اللي موجود في العالم كله. اللي ما كانش عندنا الفتره اللي فاتت. عموما بيقولوا انه فكره انه اي مدير فني يمسك فريق بالذات لو فريق بينافس دايما بيلعب على بطوله بياخد وقت لغايه لما يعني يطبق فكره، او انه اللعيبه تشرب الفكر ده وتطبق الفكر ده في الملعب، بصماته تظهر بشكل واضح. في ناس كتير جدا حاسه انه بصمات كولر كانت سريعه جدا، او انه مردود الشغل بتاع الراجل جات نتيجته بشكل اسرع من اللي احنا كنا متوقعينه. ليه؟ ليه بقى؟ انا اسالك انا ليه؟ كولر جاي اللعيبه اللي موجوده معاه دي معظمها اشتغلت مع فايلر. فايلر نفس المدرسه وكان شغال تقريبا بنفس الريتم والايقاعات، هات مباراه لفايلر من اول ما جه وهات مباراه لكولر اول ما جه. ايوه وبص الريتم في تشابه، في تشابه في الموضوع ده. يعني الموضوع مش جديد على معظم لعيبه. خرج المخزون. خرج المخزون، هو خرج المخزون دي نمره واحد. تحليل اول مره اسمعه كابتن مجدي، احييك عليك بصراحه. نمره اتنين، اللاعب المصري ذكي جدا. اللاعب المصري من اذكى اللعيبه اللي موجوده صدقني. في ايه؟ في اكتشاف قدرات المدير الفني او في لا في التلقي بتاعه، في التلقي، في سرعه الاستقبال والاستيعاب. ايوه ده خاصه اللاعب، اصل اللاعب المهاري ده زي ما بنسميه احنا في الكوره قرد. انت عارف القرد ده بيقلد اي حاجه. ايوه فهو وانس ان انت تديله اللي انت عايز تديه له هيعمله لك على طول. هو اللعيب المصري عنده افه كبيره جدا تخلى عنها، وقفتين يعني عشان ايه؟ انضباط استهتار، انضباط واستهتار. يعني لو مش منضبط مش موجودين دول. ايوه اللعيب المصري في حته تانية خالص. خالص وعايز يخرج بالليل. لو تقصد لو الانضباط موجود لو والاستهتار الانضباط مش موجود. ايوه هو عنده عدم الانضباط. عدم الانضباط ده بقول للعيبين. ايوه انه مش منضبط وانه مستهتر. الحتتين دول وده يجيب ده. انت لما تيجي تبص كده في الحياه الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض. ايوه يوم ما نتخلى عن القصه دي هنبقى في حته ثانيه خالص. مين اللعيبه اللي فاجئتك مع كولر؟ او مين اللعيبه اللي حسيت ان هم طاهر ظهرت امكانياتهم، استعاده مستواهم، اعاده توظيفهم؟ انا مبسوط جدا ان كولر بدا يخرج من طاهر اللي موجود. احنا طاهر قبل ما يجي النادي الاهلي عنده حاجات كتير شفناها حقيقي طبعا، فبدا يخرج منها. بدا يخرج منها وطاهر عنده كتير لسه جدا. طاهر لسه عنده كتير يخرجه. كريم يعني انا انبسطت لطاهر السيزون ده بصراحه. كريم فؤاد كريم فؤاد عنده 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 طاقات كامنه يقدر. على فكره كريم فؤاد من اللعيبه الاذكيه جدا، يعني لو لعبته على الطرف هيشتغل. لو لعبته في نص الملعب هيشتغل. الاثنين هيجيد بيهم جوكر. طبعا جوكر هيجيد زيه. هو كريم نوعيه اكرم توفيق. طيب ست ماتشات في ثلاث بطولات، اثنين دوري ابطال، ثلاثه دوري محلي، واحده سوبر. تمام طيب. احرزنا فيهم 12 هدف، فوزنا بالست مباريات، احرزنا 12 استقبلنا واحد، وشارك فيهم 24 لاعب. بتقرا ده ازاي كابتن مجدي؟
انا مش فاكر كنت معاك يا احمد قبل ما اول ما يجي كولر على طول، اول ما جيت تقريبا، وكلمنا في انه ان ما الناس ما تقلقش في ان تغيير الريتم ممكن يحد. كنت معاك هنا قبل الماتش الاول، نرجع خمس ايام بتوع موسيماني، هو خرج خمس ايام. طيب خد بالك عندك فتره صحه طويله، هو واخد وقت، واخد وقت شغل كتير. ايوه الفترة اللي فاتت. أيوة. وكان كله شغال النهارده التمرينة، يمكن الفترة دي انت عارف الدوليين مش موجودين، يعني واحنا بننقل وبنغطي تمرينة النادي الاهلي بشكل يومي، هو شغال فردي، شغال مع كل لعيب. وشغال على عشان كده فترات التدريب طويلة. أيوة. يعني ممكن يشتغل مع اثنين ثلاثة دلوقتي او اربعة خمسة دلوقتي. ما ده جوارديولا غير في خريطة التدريب، وغير في فكر المدربين، وغير في كل حاجة في الدنيا. ايه اللي تتمنى تشوفه مع عودة الأهلي مرة تانية؟ ايه الحاجة اللي شفت انه الأهلي رغم الأداء ورغم النتائج الجيدة لكن لسه شوية، او على الجمهور انه يستنى شوية لغاية لما تظهر بشكل كبير؟ تزيد نسب التهديف، ما تبقاش نسب داخلية بس. تزيد نسب التهديف واستغلال الفرص. تزيد بعض اللعيبة، تزيد عندهم، يقل عندهم نسب الميس باس. من شكل الأهلي ومن أدائه، شايف الأهلي وتدعيمات الصفقات الشتوية، سوق الانتقالات الشتوية، محتاج مراكز ايه تدعم كابتن مجدي؟ يعني لو عندك صفقة او اتنين اجانب هتجيبهم تستفيد بيهم على اي مركز من مراكز الملعب؟ انا بشوف الاجنحة اهم حاجة. يعني الاجنحة رغم تألق طاهر ما اصله انت قلت نقطة مهمة دلوقتي في الارقام اللي انت قلتها. قلت ست مباريات 24 لعيب. مظبوط. فده معناه ان في حالات روتيشن موجوده، فعشان اخرج وادخل لازم نشتغل بنفس الريتم. صحيح. على وعد بلقاء قبل بدايه كاس العالم كابتن مجدي، تشرفنا هنا. انا بتشرف بيكم، نسعد بيك دايما كابتن مجدي. شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا بوجودك كابتن مجدي. وزي ما تعودنا دايما كل يوم السادسه على شاشه الاهلي، تحياتي ليكم، ونتقابل بكره ان شاء الله في حلقه جديده.